تحت عنوان لعيون القدس وبدعوة من منتدى صيدا الثقافي، أقيمت أمسية شعرية أحيتها الشاعرات الدكتورة انتصار الدنان وهبة قضامي ورشا خضرة في مسرح بلدية صيدا، وذلك بحضور نخبة من متذوقي الشعر. وتحدثت الكاتبة رولا بتكجي عن المناسبة موجهة التحية لأهل فلسطين المرابطين في القدس. منذ فجر النكبة والحنين يتوهج في الروح كالمصابيح، كالشرفات البعيدة، كالبياق الخفاقة على تخوم التوت. كلما تكاثف الضباب أشرق الزيتون مباركا في الأحداق، كالصلوات، كالأدعية، كأكف الجدات الطيبات المعلق في الأعالي بخشوع على نية العودة. كلما تكاثف الضباب تضاعفت الينابيع الزرقاء، وأينع الضياء فوق الجباه الصلبة الشامخة، وتوسدت الدوالي كتف النسائم، وغفت مسكونة بالآفاق والطيران والزيتون. كل هذه المواسم والحمائم لنا ولهم خيبة الهزائم، كل هذه المروج لنا، فأكرم بنسائم الشعر تفوح بيننا على اسم القدس. وألقى منسق المنتدى الشيخ جمال شبيب كلمة معلنا فيها ولادة منتدى صيدا الثقافي الذي كانت باكورة أعماله هذه الأمسية، تحية للقدس في يوم القدس العالمي وفي 12 تموز الذي شهد هزيمة الصهاينة عام 2006. رب قائل يقول أنت تريد أن تبيع الماء ليس في حرب السقايين ولكن في الصحراء، وما في حرب الصحراء مما بده يشرب. لا، أنا أعتز بهذا الحضور الكريم وأعتبر أن كل واحد منكم هو جندي على طريق تحرير القدس، ولكن بالقلم، بالفكر، بالثقافة، بالحرية، وليس بكم الأفواه، وليس بالتحزب، وليس بالتعصب. ديننا دين انفتاح، دين وعي، دين عقل، دين علم، ليس دين جهل ولا دين عصبيات ولا دين قتل أبدا. لذلك كان هذا المنتدى ليجمع كل الطاقات الثقافية من كل الفنون، شعر، أدب، نثر، ثقافة، نحت، رسم، موسيقى، ما عندنا مشكلة، كل شيء له حل. لذلك هذا المنتدى لكم وليس لأحد. لن يكون هناك رئيس، لن يكون هناك إلا ما تقتضيه التراكمية للعمل، ولكن كلنا مجندون، وإن شاء الله تعالى أن نبدأ طلتنا في رمضان، في هذا الشهر المبارك، في ليالي القدر، في أيام القدر، إن شاء الله أن يكون اليوم يوم خيبة إسرائيل 12 تموز، نطلق هذا المنتدى، إن شاء الله أن يكون هذا الإطلاق، وكان مقرر قبل شهر أو أكثر، في هذه الأيام المباركة، حتى نقول لكم أهلا وسهلا بكم، تفضلوا، هذا هو مشروعكم، هذا هو طريق القدس الصحيح كما نراه نحن، ربما غيرنا له رؤى أخرى نتفق أو نختلف معه فيها، لكن بالثقافة نهزم إسرائيل، بالثقافة نحرر القدس، بالثقافة نسترجع فلسطين. وقد ألقت الشاعرات قصائد تحاكي القدس وتبرز نضال الشعب الفلسطيني في سبيل استعادة أرضه المحتلة. القدس مدينتي، بين زوايا الموج أتلكأ بحثا عن مدينتي، قطائر يتيم تاه في بحار الغربة، في دمي رائحة الثورة، وفي عيني رحلات يومية تتوسل الأشجار البرية أن تدق أجراس المطر ليعلن بدء معاركه الليلية، لأن مدينتي تنام منذ سنوات طويلة، تنام فوق الملح والجرح والحجارة، تنام لأنها تستعبد باسم الطهارة فهي تصرخ. مدينتي من بحار النزف تصرخ، فلو فتحت كفيها لنثرت عطر الحب وألوان الحضارة. مدينتي صرخت فلم تجد شعوبا مستيقظة، فسارت إليهم على جفنيها، على قلبها، على قوتها، على فرحها، على موتها، فلم تجدهم شعوبا مستيقظة. أي شعوبا بلا أوطان متى اليقظة؟ قد تساوت عندكم كل الألوان، وتساوت كل الأحزان، وتساوت الأوهام، وتساوى النقص في العنفوان،
فمن بحار النسف جاءتكم مدينتي تستصرخكم تناديكم تستحلفكم بمن كنتم له تصلون أن تسيروا في نعوشها حين يدلهم الظلام وتطبق السجون على سجاد. في محراب القدس، في محراب القدس أنحني وأرتب فاهي من السكر في طعم ثغرك وأترك جسدي مصلوبا فوق نعشك فأنت شرفي وأنت عزتي وفي محراب الشوق لك أنحني وأترك جسدي مصلوبا في نعشك ولك أنحني وأنحني وأنحني في محراب القدس أنحني ومن لوعة صدرك الموجوع أنكوي فما همني إن تبرد مني أمتي وجلدت بعروبتي أو حرقت عند سفحك سأرفع بندقيتي وأطلق فيها قبضتي وأترك جسدي مصلوبا عند نعشك ولك أنحني وأنحني وأنحني هيا نامي هيا استيقظي فمحراب القدس يوما صنعتني ونخترق جدار الصمت وعزتي فوعدا أن راية الصبح سوف تنجلي فتمهلي سأترك جسدي مصلوبا عند نعشك ولك أنحني وأنحني وأنحني فهيا تبسمي وهيا تأملي فبك أكمل ديني ومرجعي وأعرج من أقصاك إلى من كما أجمل الصلاة على محمد وعلى آله فصلوا على محمد وعلى آله سأترك جسدي ممددا عند نعشك ولك أنحني وأنحني وأنحني من عاشق جريح بلا وطن يتحدى بكل بطولة غدرات الزمن عاش على طعم الرصاص ورائحة البارود عاش بلا بيت ولا حدود عاش بلا وطن إلى كل من يهمه الأمر في هذا الزمن من عربي جريح إلى كل أبناء العروبة في الوطن الفسيح وإليكم أصيح صراخ يملأ العالم رعشة وقضيتي لم تغرق ما زالت تتعلق بقشة فقدت أرحامي ومزقت أوراقي وكسرت أقلامي تحت ضربات الوحوش انهارت كل طموحاتي وأحلامي تحت مدافع قطاع الطرق بني صهيون الأشرار من عاشقة جريحة بلا وطن غدرت بها الأيام وجار عليها الزمن إلى كل من ما زال يملك خارطة وطن حملي بات ثقيلا علي وحدي وجراحي أثخنت وهزل البدن يا ملاذ المبللين برماد المحن أسعفوا الأطفال والشيوخ والنساء المساكين في غزة والضفة وكل أجزاء الحبيبة العربية فلسطين أنشدون يا أمة الله على الأرض أنقذوا قوافل المذبوحين والمشردين فكنا طردنا النجدة منذ سنين حيث كان الأمر بسيطاً لم يستحل بعد عام 48 ما الذي يحدث في فلسطين؟ ما الذي يحدث في فلسطين؟ الطفل يقتل والورد يسحق ويعلو الأنين ونحن قعدنا نتفرج صامتين هادئين ولكننا منذ سنين وسنين نشجب نستنكر ونندد وندين كل الاعتداءات على أمن المدنيين فمتى ستحركنا المروءة ومتى سيثيرنا الحنين العلم عند الله وحده أعلم العالمين ابقوا نائمين ابقوا حارمين فنحن قد أغرقنا الدمع حتى ثارت جراحنا كالبراكين نحن قد سحقنا كثيرا ولا مانع أن نشعل حرب الحجارة لآلاف السنين ثم ألقى الشاعر الزجالي حسن إسماعيل قصائد باللهجة العامية فلسطين درت هالأرض بالضلة عليكي إيمان السماء متجلي معراج سيد النبي ومهد المسيح
السماء نزلت على ترابك تصلي. وين صلاح الدين بالتسبيح يرد لنا فلسطين هلي بعد هلي، وسيدي عمر بلسانه الفصيح الإسلام عزة كل نفس من زلي، وسيدي علي لسيفه نزل تجريح يرجع لنا يرجع لنا وصهيون بهالأرض ما يخلي. بقسم بالله والنبي ودم الجريح نرجع لله مثل ما قال النبي، فلسطين لحظة عين ما بتضل محتلة.